في رحلات البشمهندس سنتعرف على 8 مدن رومانسية مناسبة لشهر العسل. يعد اختيار المكان المناسب لقضاء شهر العسل للزوجين بمثابة تحد كبير لهما، خاصة مع كثرة الأماكن الجميلة ومع الحيرة في البحث عن العروض المناسبة. وقد يفضل البعض الذهاب إلى أماكن رومانسية كلاسيكية، والبعض الآخر قد يفضل أن تكون أول مغامراتهم في أماكن تاريخية. بودروم، تركيا. إذا كنتما من عشاق المغامرة وترغبان بالاكتشاف وتعلم الكثير، فإن بودروم وجهة مثالية مناسبة لذلك، حيث يمكنكما تجربة أشياء كثيرة وجديدة، وستدهشان من ثقافة أهلها ونمط معيشتهم وتميزهم بأنهم ودودون، حيث تشعران معهم وكأنكما في منزلكما، ويمكنكما الاستمتاع بأنواع مختلفة من الموسيقى وتكوين صداقات جديدة وذكريات جميلة لا تنسى. نيو أورليانز، لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية. يمزج هذا المكان بين كل من الثقافات الفرنسية والأمريكية والإفريقية معاً في مكان واحد في لويزيانا، وهذا يتيح لكما المشاركة في الثقافات المختلفة فيها، كما أنها تمتلئ بالكثير من المعالم التاريخية، ويمكنكما الانضمام فيها للكثير من الحفلات المختلفة والتمتع بالأجواء الموسيقية المميزة وبالطعام اللذيذ الذي يجمع كل هذه الثقافات. بونتا ديل إستي، أوروغواي. تقع بونتا ديل إستي على ساحل المحيط الأطلسي، وهي وجهة مثالية لقضاء شهر العسل، فهي مليئة بالمنتجعات التي تناسب الذين يبحثون عن الرفاهية والترف، كما يمكن قضاء الكثير من وقت المرح فيها. كيوتو، اليابان. إذا قررتما أن يكون شهر العسل في العاصمة السابقة لليابان كيوتو، فإنكما ستشعران وكأنكما تركتما هذا الكوكب وذهبتما إلى كوكب آخر، حيث الهدوء والابتعاد عن ضجة المدن. وتتميز كيوتو بمبانيها وقصورها التقليدية الخشبية ووجود الكثير من المعابد في وسط الطبيعة الخلابة، لذلك تعد مكاناً رائعاً لمن يحب الطبيعة والهدوء. كوتاو، تايلاند. تقع هذه الجزيرة في جنوب تايلاند وتسمى بجزيرة السلاحف لأنها تمتلئ بالسلاحف الخضراء. وعلى الرغم من صغر هذه الجزيرة، إلا أنه يزورها أكثر من 100,000 مسافر في كل سنة، فهي قطعة من الجنة وممتازة لشهر عسل مثالي وفاخر. وتجد فيها شواطئ مخصصة لشخصين فقط، بحيث تناسب من يبحث عن الهدوء، وفيها شواطئ أخرى مزدحمة بالناس لمن يحب هذه الأجواء. دوبروفنيك، كرواتيا. تسمى أيضاً بالمدينة الغامضة، بنيت في القرن السادس عشر وتقع على البحر الأدرياتيكي،
وتتميز هذه المدينة بأنها تمزج بين التقاليد والتاريخ، لذلك يمكنكما اكتشاف الكثير فيها. وتتميز بشواطئها وطبيعتها الرائعة المناسبة لقضاء بعض الوقت باسترخاء. ولا تستغربان إذا شاهدتما الكثير من المشاهير، لأنه يتم تصوير الكثير من الأفلام فيها. فلورنسا، إيطاليا. تقع فلورنسا في شمال إيطاليا، وتعرف أيضاً باسم مدينة مهد النهضة، فهي مدينة ثقافية وفنية، ومنها ابتدأ الفن الحديث، حيث كانت مصدر إلهام للكثير من الفنانين المعروفين في العالم. فإذا كنتما تشتركان في الحماس الثقافي نفسه، فإنها تعد أعظم مكان لتعميق ذلك، حيث تمتلئ بالمتاحف والمعارض، بالإضافة إلى مراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه. باريس، فرنسا. تعد باريس أو مدينة الأضواء عاصمة الرومانسية في العالم، وهي من المدن المحببة كثيراً خاصة عند النساء، لأنها من أكثر المدن جمالاً وجاذبية حول العالم، لذلك هي دائماً تكون على أولى القوائم لوجهات شهر العسل، كما أنها تمتلئ بالمعالم الجميلة المناسبة للمغامرة فيها، مثل برج إيفل وميدان الكونكورد وغيرهما.